مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المنوعة بتنوع ألوان السودانية البيئية المختلفة. أهلا بكم في سودان دائم الخضرة والجمال، ويزدهر ويزهو بألوانه الثرة. أينما حللنا وأينما ذهبنا نجد أطياف جميلة جدا لها من الرونق والجمال، بالتأكيد ما يجعل النفس السودانية وغير السودانية تبتهج دوما وأبدا. فأهلا ومرحبا بكم في بيئة سودانية جميلة، وأهلا بكم لنتحدث عن العادات والتقاليد السودانية السمحة. فأهلا ومرحبا بضيوفي داخل الأستوديو، ورحب طبعا بدكتور جراهام عبد القادر، وكيل وزارة السياحة والآثار والحياة البرية. وبالتأكيد من ناحية الثقافة لابد أن نعرفه بكثير من التخصصات التي كان قد شغلها، خبير في الفلكلور في السودان، وأيضا إعلامي بارز قدم العديد من برامج التلفزيونية المتخصصة ثقافيا وتراثيا، وأوائل من يعني قدم فرقة السمندل وهو من مؤسسي هذه الفرقة. فأهلا ومرحبا بك، شرفتنا كثير، كل عام وأنت بخير. الله يبارك فيك، وبسم الله الرحمن الرحيم، ونقول لكل المتابعين كل عام وأنتم بخير، وسعيدين جدا أن نكون معك في هذا اللقاء، وإن شاء الله يعني كل المتابعين وكل المشاهدين يعني يكتشفوا هذا البلد الكنز، وأن نكون معا لاكتشاف كنوز أهل السودان. أهلا ومرحبا بك، أهلا ومرحبا بك دكتور. نرحب أيضا في هذه الحلقة بالكلمة الجميلة والكلمة المنمقة التي بالتأكيد تكون موجودة في كل أنحاء السودان. كل مدينة عندها رونقها وجمالها، وأجمل ما يقدم بمجموعة من فنانين بلادي الذين قدموا ما قدموا من كلمة ومعنى أصيل ورصين. فأهلا ومرحبا بفنان من أجمل فنانين بلادي، أهلا بك أستاذ شكرا. بلال موسى، أهلا ومرحبا بك. أنا بحيي كمان، بحيي كل الشعب السوداني، بحيي سيد الدكتور، بحيي كل الثقافات السودانية، هي بتمثلنا يعني. أهلا ومرحبا بك، الله يبارك شرفتنا كثير. نبدأ الكلام دكتور بحكم خبرتك كده، خلينا نقول، وبحكم بحكم ما يعني مشيت وشاهدت وسافرت واستضفت. السودان ده مليء بكنوز زي ما انت تفضلت قبل شوية، ومليء بعادات وتقاليد مختلفة. الحاجة دي بترجع لشنو بالضبط؟ يعني خاصية السودانية دي أسرار شنو؟ نستطيع أن نقول باختصار أنه هذا السودان جاذب استثنائي، وهو استثنائي لأنه موقع جعله أن يكون ملتقى طرق لحضارة حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو أيضا ملتقى طرق للحضارات القادمة من غرب إفريقيا ومن جنوب ومن شرق، وملتقى للشعوب السامية والشعوب الحامية، وأن هذا النيل، نهر النيل بفروع المختلفة، هو ممثل لثقافات أهل السودان جميعا. يعني كأنما هذه الثقافات هي عبارة عن أنهر صغيرة تصب في هذا النيل العظيم اللي بيجمع كل السودانيين. تباينت ألسن، تباينت ثقافات، تباينت ممارسات وعادات وتقاليد، ولكنها دائما ما تجد الحد الأدنى المشترك. أينما رأيت السوداني في زيه، في جلبابه، في ثوبه، تحس أنه هذا هو الكنز الذي يجمع أهل السودان جميعا. كثير إحنا ما لقينا يعني أستاذ بلال عبر الأغنية السودانية بتاريخها الطويل تمجيد لهذه الشخصية السودانية. والله السودان نحن طبعا لو قدمنا أي حاجة يعني ما بنوفيه حقه يعني. صحيح. نشكر عمنا وأبونا حسن أحمد عمر الرباطابي اللي هو جسم يعني كل أنحاء السودان في مسألة جميلة، مموسع لوحة جميلة اللي هو من دريا ربع سوداننا. يا سلام. و بحييكم. أنا برضو كتبت بعض الكلمات بقول فيها سوداننا العظيم سار له غيمة بقدح الكبير ونيته السليمة. نعم. زرعنا الأرض وبالخضر ارتاحت، شم ريحة القطن واللوبة فاحت، المرحاط من صباح شبعت وارتاحت، والشور شبعتنا وعشت بهيمة. يا سلام. فهي طبعا يعني أغاني الأسئلة. جميلة حقيقة. السودان عشان كده احنا نفسنا مشتاقين نسمع. السودان الحماس والسودان الكرم. صحيح. والسودان يعني أي حاجة تخطر على بالك يعني الحاجات الجميلة وعاداتنا نحن يعني بنفتخر بها بنعتز بها. صحيح. والثقافات المختلفة، وأي إنسان يعني يحكي تراث منطقته
فده بيوصل لنا انه وطنه المصقر يعني. صحيح. في داخل وهو بشكل طبعا يعني نعم واحده نعم فريده من ضمن نعم يعني كثير من الكنوز وكثير من الجواهر والآلي يعني بتكون داخل هذا الكنز الكبير نعم السوداني. حتى في الواحد لو نعم طلع يعني لاي دوله ثانيه والله هناك ما يذكر الا السودان ويتمنى انه يرجع يعني. تحيه طبعا لكل الطيور المهاجره وحابين اكيد انا متاكد انهم عايزين يستمعوا واحده من اغانيك، تسمعنا شنو استاذ بلال؟ والله انا سامعكم انا عيان يا اخواني وايا كان ما بيشفاني، علاج الزول اللي حبيته بس كلموه يلفاني هي من كلماتي والحاني، لكن يا دكتور عيانة ده ما اظن يكون عنده علاج عندكم انتم. ربنا يكتب السلامة يا دكتور. عيان بشوقك وبحبك للسودان. يا سلام كتر خيرك. نستمع لهذه الأغنية ونعود.
ريتني أكون في مآله يرحم حالي الباقي يا أخواني. أعيش سعيد بقرب وتعدى الزمن الفكان. حيا بكم مشاهدينا واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجميله التي تتسم به العادات والتقاليد السودانيه الجميله. ارحب مره اخرى داخل الاستوديو بدكتور جراهام وارحب بك الفنان بلال موسى ونشكرك على الاغنيه التي قدمتها قبل قليل. دكتور جراهام، يعني خلينا نقول انه السودان ده فيه كثير من العادات والتقاليد المختلفه بحكم ما تفضلت به في بدايه الحلقه عن ما يخص كل منطقه، وبالتاكيد التداخل الكبير الذي كان ما بين الحضارات وبين المدن وبين البلدان بالتأكيد شكل عادات وتقاليد وثقافات مختلفة. يا ريت ناخذ منها بعض الأمثلة وبعض النماذج. نعم، القولون لو طيبة العنقريب يشيل مية. صحيح. وأهل السودان واحدة من أبرز مميزاتهم إنه الديوان بيت الضيوف. صحيح. والديوان بيت الضيفان. والضرة واحدة من القيم اللي تكاد تنعدم في مجتمعات العالم ولكن راكز في السودان. الضرا فقط لا يتحدث عن تقديم الطعام للضيف، ولكن في الأول فيه الأمان للفرد. ويبدو أنه يعني الآية الكريمة لإلاف قريش إلافهم هو أمان وسلام. فإنت تجعل الآخر يأمن نفسه ويطمئن وتطعمه من جوع، فانت ما في حاجه خليته يأمن. صحيح صحيح. فده مؤشر قوي جدا انه واحده من اعظم القيم، يعني الله اكرم به الانسان السوداني، انه يكاد ينعدم مجتمع من مجتمعات اهل السودان لا تجد فيه الضرة وما بتجد فيه الديوان كثقافه تقليديه ممارس في المجموعات الإثنية الموجودة في السودان، حتى التي تتعارك مع بعضها البعض. يعني نلاحظ أيام مملكة الفونج عندما غزا باديه أو دقن منطقة جبال تقلي، تدور المعارك نهارا، وعندما يأتي المساء تقيف الحرب ويأمر ملك تقلي جميع النساء وجميع الشباب بإعداد الطعام لتقديمه للعدو الذي يقاتله نهارا. يعني فده لا تستطيع أن تجده في أي مجتمع غير هذا المجتمع السوداني. كلنا نعلم أن النفير قيمة اجتماعية طبعا، وقيمة يعني تمتص قيم إسلامية عميقة دائما ما نفخر بها، ودائما ما نفخر أيضا بأغنياتنا السودانية الجميلة التي تؤصل هذه العادات والتقاليد السمحة. نسمع منك شنو أستاذ بلال؟ والله نسمع اللهم لا شماته خلتني بس عشانه وهو ذاته اللي لفاته، لكن هي ما تفهم بمعنى انه نحن يعني دايرين نشمت فيها، لا نحن دايرين نوعظه حابه نقول لها انا اتمنى انه كل ما يجي يدق الباب وانت ارتضيتي دينه فما تعاني للماديات والمسائل بتاعتها، يعني يخدم اول فرصه يعني ويتزوج فقراء يغلوكم الله. يعني نحن ما دارين نشمت فيها، نحن دارين نسعد بها. صحيح، نسعد بها ونسمع. نسمع نرجع لكم. تفضل.
دايما كل من
الدنيا ميها دائما كل ما عليها فات وترسي حواء وأرضى وانتي واحدة من بنات لا شماعة اللهم لا شماعة لا شماعة اللهم لا شماعة لا شماعة لا شماعة لا شماعة اللهم لا شماعة نشكرك أستاذ بلال على هذه الأغنية الجميلة، شكرا جزيلا لك. ونتواصل في الحديث معك دكتور جراهام. تكلمنا عن عادات وتقاليد سودانية جميلة وأصيلة، ويمكن في حاجات أول مرة نستمع لها حقيقة يعني منك. بالتأكيد لا تخلو يعني المجتمعات من العادات في المائدة أيضا، يعني بنلقى إنه السودان ده كله عبارة عن خلينا نقول قائمة طويلة جدا من أكلات شعبية جميلة، والحمد لله إحنا مستمرين عليها حتى الآن. ورينا اللونية دي المتباينة والمختلفة. نعم، يعني البدوي قال لكحة عشية وتقلت هوية الليل وولدت باكر الضحى مقايل الخيل وجابت النعناع ما بحمل الدردير. مختصر هو اللبن. أيوة. وفي نهايته يعني تقلت عشية، هو اللبن ده وقت تخطه بالليل بيبقى رايب مش كده؟ أيوة. النعناع ده الحاجة الراقصة كده، ده الزبادي. أيوة. فوقت تمشي للمجتمعات السودانية في رمضان، خاصة الغالب أهل السودان هم زراع ومزارعين ورعاة. صحيح. اللبن ده شيء مهم. صحيح. كان رايب، كان قارص، قارص ده عند البدو الأبالة بيكون لبن فيه حماط كده وبعدين يكبوا فيه مويه لأنه شرابه في رمضان كويس يعني. وفي ناس يهتموا بالبركيب في غرب السودان في مناطق دارفور، هاي يهتموا بالبركيب لأنه فيه قيمة. المائدة في رمضان غير المائدة الحديثة في المدن، المائدة الريفية عادة ما يكون المركزية بتاعته العصيدة، عمل ملاحظات فيه كثيرة جدا طبعا. يعني الناس قد يكون بعضهم يهتم بالمرس، الناس بقدموا في المدن دائما ملاح الروب والنعمية وكذا، لكن في الريف ليس كثيري اهتمام بهذا الموضوع. يعني حسب ثقافتهم، يمكن يكون واحد يتكيف للكول او مجتمع كامل مرس كول، قد يكون ويكاب. لكن فوق هذا وذاك الناس البيئه هي اللي بتحدد نوعيه الطعام ونوعيه الشراب. يعني تلقى منطقه فيها جونجوليز كثير جدا، فيها عرديب كثير جدا، تلقى غالب شراب اهل البلد طبعا في رمضان من الجونجوليز والعرديب، وبيحس انه العرديب يطفي العطش. صحيح. المثال ده ضاربه ليه؟ أيوة. لانه هذا المجتمع السوداني العبقريه بتاع صناعه الطعام ده. صحيح. ما فيه حد. صحيح. نمره اثنين، ليه اهل الريف لا يصابوا باي نوع من الامراض اللي حتى بدات تظهر في المدن؟ صحيح. لانه يصنعوا ما ينتجوا من دون اي سمات ويتحكموا في التجفيف. صحيح. وهذه صحيح. قدرة عالية جدا في الكيمياء يعني. صحيح كلامك. نعم. صح كلامك صح. ودي من الحاجات والميزات الجميلة اللي بنلقاها في السوداني. نعم. ويعني وشخصيته السودانية التي دائما تتسم ب يعني حب الـ يعني المسؤولية. نعم. الكبيرة، بأنه هو دائما بيحب يعمل حاجة بنفسه. دي من الحاجات اللي احنا يمكن طرقنا لها
بشكل عام على التنوع الثقافي كعادات وتقاليد سودانية. شكرا لك كثير. شكرا دكتور جراهام عبد القادر، أنت واحد من الخبراء في الفلكلور السوداني، وتأكيد إعلامي قدم ما قدم يعني من برامج تراثية في التلفزيون، متخصصة بالتأكيد أوائل المتخصصين في العمليات السياحية، وأيضا الآن وهو وكيل وزارة السياحة للآثار والآثار والحياة البرية. أشكرك جزيلا الشكر وشرفت لك. شكرا جزيلا. كثيرا. شكرا أستاذ بلال موسى على لك. كل يعني الأغنيات الجميلة التي يعني استمتعنا بها كثير. شكرا جزيلا. إذن هو إبداع سوداني خالص جاب بأطيافه الدنيا ليسجل التاريخ اسما وعملا لا يندثر. مداده الذهب وغلافه الياقوت، عنوانه الأصالة، وتوقيعه منا فليحيا السودان. إلى اللقاء.